فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يغلظ على عباد القبور وينادون بيا فلان ويا فلان، أم أننا نناصحهم بلطف وندعوهم بلطف؟ من يقبل النصح نناصحه بلطف وشفقة، وأما الذي لا يقبل النصح فهذا يغلظ عليه. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ، كانوا ما يقبلون لهم إلا الغلظة. الغلظة الرفق مع من يقبل. نعم.